في تعداد أجواط مساء هذا اليوم. انطلاقة سليمة ورائعة كما يتمناها الجميع، وهو شوط خاص بالإذاعة الأبكار في مسافة ورحلة 6 كيلومترات. ينطلق هذا الشوط مع هذه الشعارات المتميزة، مع هذه الأسامي اللامعة في هذا العالم الساحر، عالم الأصائل. نتابع البداية والمقدمة، وأرى هناك أيضا اللي قادة المجموعة منذ البداية بشاير بالشعار هجن الشحانية وبقيادة الذهبي سالم بفاران المري. نتابع المركز الثاني، نتابع المركز الثاني، وأرى القدوم، أرى التسلل، أرى الانطلاق المثير من الهبيبة التابعة لهجن الرياسة وبقيادة أحمد بن مطر بن مايدي الخيلي، ولكن أرى القدوم من الجانب الآخر والتسلل في هذه اللحظات الممتازة بشعار هجن العاصفة غيات الهلالي، متابعا منطلقا مع ممتازة اللي بدأت تتسلل وتنطلق مع المركز الثاني. رابع التحديات، المركز الرابع، القدوم لغزلان بشعار هجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري، متابعا منطلقا مع هذا الاندفاع المثير. ومع المركز الخامس من الجانب الآخر أرى أيضا غزة التابعة لهجن الشحانية بقيادة الذهبي سالم بن فاران المري. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام، نداءنا الأول وجولتنا الأولى مع الخمس الأسامي المذاعة والمنطلقة والمندفعة بناموس هذا الشوط في هذا التحدي المثير مع هذه الأمسية، أمسية الإذاعة. نعود مع الصدارة، نتابع البداية، نتابع الكوكب الثلاثية مع هذه الشعارات، مع هذه الانطلاقات المثيرة. ما شاء الله تبارك الله، لهبيبة انطلقت بالصدارة، قادت المجموعة، قادت المجموعة بهذا الشعار الأحمر، شعار هجن الرياسة. ولكن من الجانب الآخر، من الجانب الآخر ممتازة أيضا تتسلل، تنتزع المقدمة، تسحب ناموس هذا الشوط، ممتازة التابعة بشعار هجن العاصفة وغيات الهلالي، منطلقا مندفعا متابعا لانطلاقة ممتازة. ومع المركز الثاني، المركز الثاني من الجانب الآخر، من الجانب الآخر التحديات، الانطلاقات المثيرة. نتابع بشاير، نتابع بشاير مع المركز الثاني بالشعار الأدعم، شعار هجن الشحانية وقيادة الذهبي سالم بن فاران المري، من قدم أوزان في أول الأمسية في أول انطلاقات هذا المساء، يقدم بشاير بهذا الانطلاق المثير. وأرى المساندة، نتابع، نتابع غزة اللي بدأت تتسلل مع المركز الثالث شعار هجن الشحانية، مع المرتبة الثانية والثالثة مع هذا الانطلاق المثير وبقيادة الذهبي سالم بن فاران المري. نتابع المركز الرابع، وأرى الهبيبة قادمة مع المركز الرابع شعار هجن الرياسة وقيادة أحمد بن مطر بن مايد الخيلي. من يتابع انطلاقة الهبيبة مع المركز الرابع، الأربع المراكز الأولى اللي ابتعدن ابتعاد كلي عن بقية المشاركين بهذا التحدي المثير. ما شاء الله، المركز الخامس غزلان التابع لهجن الشحانية وقيادة الذهبي سالم بن فاران المري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا المتقدمة والمندفعة بناموس هذا الشوط، مع هذا الاندفاع، مع هذا الرقص المسائي الجميل والرائع اللي قدمنا الإذاعة في هذا الانطلاق المثير، مع هذه الشعارات، مع هذه المؤسسات العملاقة في هذا العالم الساحر. نتابع، نتابع البداية، نتابع المقدمة، وممتازة، ممتازة، ممتازة، تسير بخطى ممتازة، تنطلق بناموس هذا الشوط شعار هجن العاصفة، ينطلق على الصدارة وبقيادة غياث الهلالي. من يتابع، من يتابع انطلاقة ممتازة.
وهي تنطلق وتندفع بناموس هذا الشوط. نتابع المركز الثاني، نتابع المركز الثاني وأرى القدوم في هذه اللحظات. ما شاء الله غزلان مع المركز الثاني، غزلان مع المركز الثاني، شعار هجن الشحنية ومتابعة وانطلاقة الذهبي سالم بفران المري متابعا منطلقا مع هذا الاندفاع المثير. اللي هي غزة تنطلق مع المركز الثاني. الثنتين ابتعدن ابتعاد كلي عن بقية المشاركات بهذا الاندفاع المثير، بهذا العرض الرائع. بدينا مع العد التنازلي لمجريات هذا الشوط، والهبيبة تنطلق مع المركز الثالث، شعار هجن الرياسة وبقيادة الفيلسوف احمد بن مطر بن مايد الخيلي يتابع انطلاقة الهبيبة مع المركز الثالث. رابع مع التحديات غزلان تتقدم مع المركز الرابع بشعار هجن الشحانية وقيادة الذهبي سالم بن فاران المري، والقدوم من جمايل من بدأت تتسلل. ولكن من الجانب الآخر، من الجانب الآخر أرى لافية اللي لفت في هذه اللحظات وانطلقت مع المركز الخامس، شعار هجن الشحانية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يتابع انطلاقة لافية مع المركز الخامس. والاسامي القادمه، الاسامي القادمه ما شاء الله، سير قادم بكل قوه مع هذه الشعارات المتميزه. نعود مع الصداره، نتابع ممتاز على صداره هذا الشوط، شعار هجن العاصفه وغياث الهلالي متابعا لانطلاقه ممتاز. المركز الثاني اراهني غزلان، ارى غزلان مع المركز الثاني. ولكن ارصد لي التسلل، نتابع اسحابه من بدأت تتسلل في هذه اللحظات. باول ندى اسحبت المركز الاول، انطلقت بالصداره، شعار هجن الشحانيه ينطلق على مقدمه هذا الشوط. غزلان من الجانب الاخر ما شاء الله تبارك الله. المركز الثالث نتابع القدوم من لافيه. المركز الرابع ايضا التسلل بشعار هجن العاصفه. واللحظات الاخيره بعد المغادرة للوحة الكيلو المتر الأخير وجولة الأوامر النهائية، اسحاب على مقدمة هذا الشوط، والشعار الأدعم يحكم القبض على مقدمة هذا الشوط مع الكوكبة الثلاثية. نتابع جمايل بشعار هجن الشحانية والحوت محمد بن خالد العطية، ولكن اسحابه بقيادة العملاق على الصدارة على المقدمة. ما شاء الله تبارك الله، نتابع لافية على مقدمة هذا الشوط. تهانينا لهجن الشحانية، تهانينا لسلطان بن محمد الوهيبي مع هذا الانطلاق. بدأت تباعد المسافة لفت بناموس هذا الشوط. تهانينا لهجن الشحانية مع هذا الانطلاق المثير اللي تقدم لافية. تهانينا للمضمر سلطان بن محمد الوهيبي المركز الثاني. جمايل من هجن الشحانية المركز الثالث، تأتي أيضا بشعار هجن العاصفة المركز الرابع. أمجاد لهجن الشحانية وغزلان مع المركز الخامس أيضا بشعار هجن الشحانية. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس الأسامي المذاعة والمنطلقة بناموس هذا الشوط. لنا عودة مع التوقيت الزمني ولحظات وصول أيضا لافية إلى خط النهاية. تهانينا لهجن الشحانية، والتهاني موصولة لسلطان بن محمد الوهيبي. لافية تأتي بتوقيت زمني مقدارة هذه لحظات الوصول إلى خط النهاية. ثمان دقائق 59 ثانية وثمان أجزاء من الثانية هو توقيت لافية. تهانينا لهجن الشحانية، تهانينا لسلطان بن محمد الوهيبي. بينما اللي وصلت مع المركز الثاني جمايل 9 دقائق و6 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية، تهانينا للحوت محمد بن خالد العطية. واللي وصلت مع المركز الثالث شهد تأتي بتوقيت زمني مقدارة 9 دقائق 2 جزء 1 من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، والتهاني موصولة لغياث الهلالي. تهانينا للجميع والناموس.